طيب نرجع تاني للأهلي الليبي علشان نشوف تفاصيل أكتر. ناخد الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الأهلي الليبي. كابتن حمد أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن ميدو، وتحياتي ليك وتحياتي لكل السادة الموجودين معاك في الاستوديو والسادة المشاهدين. أهلا كابتن، أخبارك إيه؟ كله تمام يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن ميدو، وحشني جدا والله. وانت كمان وكابتن ايهاب، وان شاء الله كده تشرفونا زي ما انتم بتشرفونا في كل مكان. بصراحه مستنيين منكم ان انتم تعملوا كمان طفره كمان في الدوري الليبي، وانتم قادرين ان انتم تعملوا كده يا كابتن حمد. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، يعني ان شاء الله تبقى خطوه جيده لينا، وان شاء الله تبقى خطوه جديده وتحدي جديد بالنسبه لنا، نقدر نعمل فيه حاجه نرضي بيها جمهور الاهلي الليبي، وعنده جمهور كبير جدا يا كابتن ميدو. اكيد والله نقدر نعمل حاجه نبسطهم ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه باذن الله. اكيد. يعني لسه كنت بقرا خبر للكابتن ايهاب جلال يا كابتن حمد ان هو رفض عروض كتير عشان يقبل العرض ده، فيا ريت توضح لي. والله يا كابتن ميدو، في الحمد لله كانت عروض كبيره جدا، او مجموعه كبيره جدا، كنا قاعدين ناقشنا فيها كتير انا والكابتن ايهاب، لغايه ما ربنا اكرمنا وقدرنا ناخد اهلي ليبي. عنده منافسات في البطوله العربيه، عنده منافسات في البطوله الافريقيه، وعنده بطوله دوري وبطوله كاس. هو نادي كبير، اسم كبير جدا، وعنده جماهير كبيره جدا، وده اللي خلانا نقبل التحدي مع نادي اهلي طرابلس. ان شاء الله يبقى موفقين فيها، ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. يا رب يا كابتن حمد ان شاء الله. واحنا وانا عن نفسي بصراحه متفائل بالكابتن ايهاب والجهاز المعاون، وطبعا معاه طبعا كابتن حمد انت بقالكوا سنين. وكنت بقول قبل كده في الخبر ان الكابتن ايهاب جلال تولى مسؤوليه فرق كبيره، وعمل معاه نتائج ولا اروع، وعمل طفره في اداء مصر مقاصها تحديدا ثم انبي قبل الانتقال نادي الزمالك، اللي انا بفضل ان هو يقفل الصفحه وينساها تماما، او تقفلوا الصفحه وتنسوها تماما. الكابتن ايهاب جلال وانت كمان معاه كابتن حمد عملت عروض ولا اروع، كمان اقنعتوا الناس باسلوب لعب جميل قوي، حاجه جميله بصراحه. ان شاء الله تعملوا كده مع الاهلي الليبي باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن ميدو، بس هي حته نادي الزمالك احنا برضو عملنا شغل كويس جدا، وهي كانت تجربه مهمه لينا، وتجربه بالنسبه لنا احنا الشخصيه استفدنا منها كتير جدا، عملنا عروض كبيره جدا، ما كانش معانا التوفيق، لكن في الاول وفي الاخر احنا عملنا اقصى حاجه عندنا يا كابتن ميدو. مدرب ممكن يعمل شغل كبير جدا، لكن ما يبقاش معاه تحالف، ما يبقاش معاه حليف التوفيق في وقت من الاوقات، لكن في الاول وفي الاخر تعمل شغلك اللي انت نفسك مقتنع بيه، واللي الناس تبقى مقتنعه بيه. اكيد ان شاء الله باذن الله نقدر نغسل. زي ما بقول لك، نادي اهلي طرابلس هنا نادي كبير جدا يا كابتن ميدو، وعنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، وجمهور متحمس جدا. ان شاء الله نقدر نعمل الحاجه اللي تسعدهم وتبسطهم وتبسطنا احنا شخصيا، واللي ما نقدرش نتنازل عنها في شغلنا، ان احنا نعمل شكل اللعب اللي يرضينا احنا اولا، وبعد كده يرضي الناس الباقيه ان شاء الله. اكيد يا كابتن. يعني اسالك بسرعه جدا عن الصفقات المحتمله اللي انتم تضموها، خصوصا من لاعبي النادي الاهلي. والله يا كابتن ميدو، ما فيش اسماء محدده، احنا لسه لغايه دلوقتي ما يعني ما بنبص عندنا هنا الناس اللي موجوده، ونشوفها يعني ان شاء الله في خلال العشر ايام اللي جايين دول، بعد كده نقدر نحدد الاحتياجات بتاعتنا، ونقدر نشوف هل الامكانيه ان احنا ناخد حد يبقى اللعيبه اللي احنا عايزينها، يبقى حاجه تبقى حاجه كويسه لينا، وحاجه كويسه يعني اللي تبقى لمصر، ان يبقى لعيبه عندها بيعمل حاجه كويسه بره. اكيد يا كابتن حمد، احنا هنفضل طبعا نتابعكم ونتابع اخباركم. يعني انتوا حاجه مشرفه في الدوري المصري، ان شاء الله تشرفونا في ليبيا، وان شاء الله تحصلوا على كل المسابقات باذن الله. كابتن حمد المدرب العام لنادي الاهلي الليبي، شكرا جدا على هذه المداخله، وطبعا سلامات من الكابتن ايهاب جلال، وطبعا قول له كل التوفيق ليه، بنتمنى له احنا هنا كاسره اهلاويه كل التوفيق ليه فيما هو قادم باذن الله.